شو كيفكن؟ كأنه كلياتكن مجتمعين مع بعض اليوم، ما هيك؟ قصدي الزوجة والحبيبة القديمة وأمريكا كمان. قلي شو عم تعمل هون؟ ولا أنت كمالة عدد يعني؟ خالتي كيفك؟ طمنيني. أنا منيحة كتير حبيبتي، تماماً مثل أختك. شو فيها؟ طلعي عليها منيح، عرسها التغى مرة تانية. بس بالنسبة لحضرتها مو فارق معها شي. خالتي الواحد لازم ينسى الماضي، لهيك نحن كلياتنا هون. شو فاتح؟ من لما كنت صغير وبس نطلع على مطعم كنت تطلب هاي الأكلة، بنير الحد على طول. لازم تجرب شي تاني. طيب ماشي، يلا أنتم انبسطوا هلأ، أنا رايحة بشوفكم. وأخيراً عرفوا أنه أنا يلي معي حق بسببك خالتي. الحب والعادات ما بتتغير بسهولة مثل حب فاتح لإلي أنا. تعرفي أنه وقت كنت روح أنا وفاتح من زمان على المطعم لناكل، كنا نطلب أكل صيني بنير حد. شو فاتح؟ من لما كنت صغير وبس كنا نطلع على المطعم كنت تطلب هالأكلة بنير الحد على طول. لازم تجرب شي تاني. فاتح، انبسطت بالمطعم اليوم؟ كيف لقيت الأكل؟ المطعم كان حلو والأكل كان طيب. فاتح، شو هو مطعمك المفضل؟ شو القصة؟ لساتك عم تفكري بالبانير الحد لهلأ؟ وشو يعني إذا ما كنتي بتعرفي أكلتي المفضلة؟ الشغلات اللي أنتي بتعرفيها عني ما حدا بيعرفها أبداً، بس هي أكلة المعكرونة قرفت من أكلها بصراحة. بعرف فاتح، بس يعني أنا حسيت بشي غريب اليوم، حسيت كأني ما بعرفك ابنه. تيجو، أكلتي المفضلة ومطعمي المفضل، فيلمي المفضل، كل هذا حلو، بس لما نكون صغار بكل الأحوال في سوشيال ميديا، يعني صار هلأ فيك تعرفي أي شي بدك إياه عن أي حدا. الحلو هو أنك تعرفي أكثر الأمور اللي بتكون خصوصية بالنسبة للواحد، وأنت بتعرفي كل شي تيجو وبيكفي. يلا عالنوم هلأ. فاتح أنت بتعرف؟ أنا تيجو، بس لحظة واحدة رح أوصل على البيت بعده. يا الله، كل ما حاولت أسرع بتأخر. لازم غير هاي الكنزة هلأ. ما تستعجل ولا شي، بيقولوا بالعجلة الندامة. عطيني لقلك، قرب، بدي خيطها. لا تشلحها، بخيطها وانت لابسها. لابقلك الأسود كتير على فكرة. Bemera lola ya lola, bemera lola ya lola, bemera lola.
وهي هي الرومانسية. نمشي تيجو؟ باي باي. من الصبح ما قدرت تبعت رسائل لأنه أنت كنت مشغول بمغازلتها ومو فاضي لإلي. بسيطة. ابني كم قبول صار عندك بالأكاديمية؟ بابا بس حوالي 200 ولد. حلو كتير. هذا الشيء اللي صار بسبب شغلك أنت وتيجو؟ لو بابا بده كان سامحني وقت هربت من البيت، بس هلأ صعب. أنا أم من دون زواج، بابا ما رح يسامحني أبداً يا تيجو. أنا أبداً ما رح أعيد كلامي، هاي البنت ميتة بالنسبة لإلنا. إذا فاتح عرف بهذا الشيء رح ياخدني على البيت غصباً عني، وأنا ما بدي أرجع على البيت، ولا بدي دمر سمعة أبي، ولا بدي عائلتي تتدمر بسببي وبسبب غلطتي. شو بدي أعمل؟ كيف بدي خبر فاتح بالموضوع؟ ما بقدر أضمن ردة فعله. فاتح، أنا بدي أقول لدنيا كلها أني بحبك وأنك حبيبي إلي وبس. ما عاد بدي أنه نتخبى ونحب بعض بالسر مثل المجرمين. لازم أحكي لفاتح هلا، هالموضوع كبير كتير، ما فيني خبي هالشي. أنا هيك بدي، روح هلا وقول لتيجو انك ما بتحبه وما بدك تعيش معه. انا رح اقول كل شيء عن ياسمين لتيجو وبعدين رح نشوف شو رح يصير. في شيء ضروري. أول شيء أنت. لا أنت بالأول. لا تيجو، أنت بالأول. شو أحكي فاتح؟ شوفي تيجو، كان بدي أقول حاطت عطر نسواني؟ فاتح، روح فوراً وقل لتيجو إنك ما بتحبها بنوم. أنت ريحتك عطر نسواني ولا شميت غلط؟ اي عطر نسواني، انا عم اطلع واجي مع وحده.
أنا عم خونك ومو مخلص لك تيجو، أنا عم غش بعلاقتنا. مو هذا اللي ببالك؟ لا لا فاتح، لا ما كان قصدي اللي قلته أنا، بس ألو شو؟ المدرب عمل حادث؟ وين؟ وين جاي؟ جاي فوراً فوراً، جاي لعندك. فاتح انه انا بس كان بدي اساله عن العطر الامين. كيف رح اقول لتيجو؟ شو رح اقول؟ ما بعرف شو رح تكون ردة فعله. يرد علي ابدا، يا الله شو ممكن يكون صار؟ شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي؟ شو ساوي؟ رح اعمل بس شغله، رح اتصل بتيجو لانه كثير مهم الي اني اعرف شو عم يصير بقى. بلكي خربت الدنيا تيجو. تيجو ردي على تليفوني. يا ترى امتى رجع فاتح امبارح؟ هو اكيد مزعوج من اللي صار. يا الله يا تيجو، أنا لازم أقول له إنه ما كنت شاكة فيه ولا فكرت بهالشي، أنا بس كنت.
مو قادرة نواجه تيجو أبدا، رح ضل هون لحتى تروح. حماتي ليش متعبة حالك؟ كنتي ناديلي إذا بدك أي شيء. مو مشكلة، إذا كنتي جاهزة تعالي يلا، في حدا حابب يشوفك. ماشي. شوفوا هاي كنتنا الحلوة. أنا آسف، أنا آسف. شو أنت منيحة؟ مو مشكلة، شو؟ منيحة. أنت دائماً بتضل مستعجل، لازم تنتبه كيف عم تمشي. بعتذر كثير، انتوا عدوا ارتاحوا وانا رح ساعدها لتيجو. خلص عدوا ارتاحوا، تفضلوا. هو هيك طايش. عمي خورانا تفضلوا عدوا، لا تشغلوا بالكم. مو مشكلة فاتح، انا بقيمهم. بعد ابني. امي خدي تيجو لجوا وانا اللي رح نضف. ماشي يلا تعالي. حاضر حماتي. مرحبا يا عمي. مرحبا خالتي. ابني انا مو امبارح قلت لك انه رح نجي انا وخالتك اليوم ونعملكم زياره؟ انا ما فهمت شو قصدك. ليش انت امتى شفته لفاتح؟ ايه ايه بابا. لكن امبارح عمي هي المواضيع ما لها مهمه كثير. بتعرف شو نحن فتحنا الاكاديميه. ايه بابا معقول ما قلت لعمي عن الاكاديميه؟ لسه. عمي مو نحن عم نعيد افتتاح الاكاديميه هلا؟ اه عن جد؟ وانا كثير متحمس للموضوع. بتعرف انه هي الاكاديميه عم تعمل شغلات حلوه، في ملاكمه، في هوكي، وكمان كريكت ويوغا، في كل شيء هنيك. ممتاز كثير ممتاز. انت لازم تشوف الاكاديميه عمي. تعال خلينا نروح. يلا تعال معي بابا. عشو مستعجل هلا بتاخده؟ خلينا نقعد نشرب شاي بالاول، مانا حلو. بابا فينا نضيفه شاي بالاكاديميه كمان، مو مشكله. يلا عمي يلا. شبك فاتح؟ عرفوا على مرتك قبل ما تروحوا. بس خالتي أنا مبارح قابلتها وسلمت علي وباركت لها كمان. طيب ابني خلينا نروح نشوف الأكاديمية. ايه يلا تعال امشي عمي. تفضلي يلا أنا ما بطول. انتي تفضلي ارتاحي مدام، تعرفي على مرته بالأول. ليك راحت تجيب الشاي. أمي وأنا راح أروح كمان. ماهي لوين فاتح أخذ عمي وراح؟ هو راح الأكاديمية. بس مفاتيح السيارة بالغرفة. رح روح أعطيهم. آسفة فاتح، بعرف إنه اللي قلته غلط وإني جرحتك، بس بوعدك إنه ما عاد رح كرر هالشي. تيجو على شو عم تعتذري؟ أنا بالغت بردة فعلي، يعني لو أي حدا تاني بالعالم بيعمل مثلك، لأنه ما كان عندك علم إنه زوجك راح يجيب عطر لإلك. ما فهمت. هذا قصدي.
أنا رحت لحتى أجيب لك عطر وكان لازم إني جربه وبعدها هذا اللي صار. شوفي قديشني غبي تيجو، أنا اشتريت العطر ونسيته هنيك بالمحل. شكراً فاتح. صحيح، أنا بدي أقول لك شغلة كمان، لازم بكرة أروح على الأكاديمية. بعرف أنه بكرة الأحد بس لازم أني أشتغل. أمتى يعني؟ حوالي الساعة 11:30 أو 12، لأنه أنا فكرت أنه وقت الكل يروح بشتغل على مهلي. طيب روح أكيد. شكراً تيجو، رح غير تيابي، حضري لي أكل، أنا جوعان كتير. إيه تكرم. يس، رح خلي المفاجأة بكرة على 12. هاي فاطمة، انتي اشتقتي لي ما هيك؟ لك انتي شو قايلة لتيجو؟ لك هي كانت عم تعتذر لي. شو ما كان الموضوع انحل كله صح؟ هلأ قلي شو بدك اطبخ لك بكرة على الغدا؟ شاهي بانير او دال اسود؟ باكل كل شي من ايديك. طعميك كيف؟ ايه ما عندي مشكلة. يلا تصبح على خير فاتح. وانتي بخير يا سو. تيجو عطيني هاد إذا بتريدي. ماهي تركي من إيدك، خلص شو هاد؟ لك يا تيجو، هي المفاجأة، عن جد رح تصدمه لفاتح. بتعرفوا شو؟ تيجو بتضل عم تدلل فاتح وكأنه هي أمه. شبكي ماهي، في شي بعقلك أنتي؟ لا، أنا مرته. واو فاتح، موعدنا اليوم رح يكون كتير كتير حلو، لأنه ما حدا رح يعرف أنه نحن بالأكاديمية. لك يا إختي قليلي، هلأ تيجو عزمت عائلتها ولا لا؟ لا تيجو بتعرف إنه أنا لهلأ لساتني متضايقة منهم، لهيك ما عزمتهم. ليكي تيجو بنت كتير ذكية وكمان بتفكر بكل أفراد عائلتها. ألف مبروك فاتح، كنت بتمنى لو سيمران وكاندي كانوا كمان هون، كانوا انبسطوا كتير. إذا كان فاتح رايق اليوم أنا رح أحكي معه. قليلي لشوف حضرتك شو طبختي لي اليوم. صبر يا فاتح سينغفيرك، ماشي؟ لأنه بالأخير كل هذا الصبر رح يتحول لمفاجأة حلوة. عن جد؟ أوكي خلصنا كل شيء وعلى أخير. برافو بوزو، أنت تأكدت من كل شيء؟ هاتي جو لك. فاتح ما لازم يعرف إنه نحن جوا. لا تقلقي، هو ما رح يعرف شي. ممتاز، خطتك ناجحة كتير تيجو. هاي سيارة فاتح. صح، شكله وصل. يلا الكل جاهز؟ هي أكيد جاهزين يا بنتي. تخبطوا بسرعة بوزو، ساعدة. يلا أغباني على هالنسوة، أنا نسيت السلة تبع الأكل بالسيارة، أنا رايحة أجيبها. أوكي We'll be right back.
ألف مبروك أخاف يا فاتح. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.